أيها الأخوة، الآية الأولى في هذه الخطبة والتي ذكرت لكم من قبل أن زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائجها مع أي مؤمن من دون استثناء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن بأنها لا تفرج. أحيانا تسد عليك كل سبل الرزق، لا في سفر ولا في وظيفة ولا في تعيين ولا في شراكة ولا في استثمار، كل السبل مغلقة. إذا اتق الله حتى يجعل الله لك من هذا الضيق فرجا. أيها الأخوة، المخرج النجاة من الفقر، وكاد الفقر أن يكون كفرا. وإذا كان بالإمكان أن أتوسع بهذه المقولة التي تعزى للإمام علي رضي الله عنه، وكاد الفقر أن يكون إرهابا أحيانا، وكاد الفقر أن يكون نهبا وسلبا، وكاد الفقر أن يكون وقوعا في الشبهات. من هنا يقول الإمام علي رضي الله عنه: قوام الدين والدنيا أربعة رجال، عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. ومن علامة أنك تتقي الله أن تأتيك الأرزاق من حيث لا تحتسب، من جهة غير متوقعة، من جهة ما كانت تخطر في بالك. أيها الأخوة، الآيات الداعمة، الآية الأصل هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا أخاطب الشباب، المستقبل يقول لك مجهول، يا ترى بتمكن من دخول الجامعة؟ بتمكن من دخول اختصاص نادر أعيش منه؟ بتمكن اشتري بيت؟ بتمكن اتزوج؟ إله الكون، خالق السماوات والأرض، الذي بيده كل شيء، كن فيكون، زل فيزول، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. يعني اذهب إلى البحر واركب قاربا وأمسك بإبرة واغمسها في ماء البحر واكتب لي نسبة هذا الماء الذي حملته الإبرة إلى ماء البحر كله. هكذا، هذا من وصف النبي. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنا أخاطب الشباب، أخاطب من سدت أمامه سبل الرزق، من كان رزقه قليلاً، من شكى من قلة الرزق، من شكى من التعسير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لكنك لا تقنعني أنك تتقي الله، أقنع نفسك. بإمكانك أن تقنعني فتحرجني. أنا أتقي الله، دقق، هل أنت على ما ينبغي أن تكون؟ هل توجهت لله عز وجل؟ هل تركت كل شبهة؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مرة ثانية: زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعود هذه الآية لكل شاب مؤمن في أي مكان وفي أي زمان. طبعاً أحياناً الله عز وجل يعقب على قصة تعقيباً يجعلها قانون.
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. التعقيب: وكذلك ننجي المؤمنين. في أي عصر، في أي مصر، إله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام هو إلهنا، وهذا الإله العظيم الذي تصلون له بيده كل شيء، بيده الأقوياء، بيده ماء السماء، بيده رزق الأرض، بيده أعداؤنا، بيده أصدقاؤنا، بيده من فوقنا، بيده من تحتنا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. من الآيات الداعمة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله عز وجل ثبت ملايين الأشياء، ملايين القوانين، ثبت حركة الأفلاك، ثبت خصائص المواد، ثبت قوانين الفيزياء، قوانين الكيمياء، قوانين الحركة، ثبت مليارات القوانين، لكنه حرك الرزق وحرك الصحة. أنت لا تملك صحتك، لا تدري ماذا يكون غداً، ولا تملك رزقك، كأن الله سبحانه وتعالى أراد حينما حرك الرزق والصحة معاً أن يكونا سببين لتربيتنا. أيها الإخوة الكرام، سيدنا معاذ بن جبل يقول: يا أيها الناس اتخذوا تقوى الله تجارة يأتيكم الرزق بلا بضاعة، ثم قرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أقول لكم مرة ثانية أيها الشباب، أنتم مقدمون على حياة، أنت بحاجة إلى زواج مع هذا الفساد العريض، أنت بحاجة إلى بيت مع ارتفاع أسعار البيوت، أنت بحاجة إلى حرفة تدر عليك رزقاً يحفظ لك ماء وجهك. أنا أعلم علم اليقين، ما من شاب إلا ويطمح إلى عمل وزواج وحرفة وبيت. اتق الله. أيها الإخوة الكرام، نحن ما أدخلنا في حساباتنا ما يسمى بالبركة. أحياناً يأتيك رزق محدود مع بركة الله عز وجل، يكفيك ويغطي كل نفقاتك، وأنت في راحة وفي بحبوحة، وقد ينطبق عليك قول أحدهم: الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة، يلي فيها أخطار، يلي فيها إثم، يلي فيها قهر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني مرة ببعض بلاد الخليج نزل مطر ما ينزل على دمشق في عام بأكمله، وفي مدينة بإفريقيا كنت فيها نزل في ليلة واحدة ما ينزل من أمطار على دمشق في عامين، إذا أعطى أدهش. ولا يمكن أن يكون تقنين الله تقنين عجز، بل تقنين تأديب. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. أيها الإخوة الكرام، آية ثالثة داعمة للآية الأصل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني الله عز وجل أحياناً يعطينا مثل، في بعض السنوات نجني من القمح ما يساوي 6 ملايين طن، وحاجة بلدنا كله إلى 1 مليون طن.
ست أضعاف حاجتي، وفي سنوات لا يكون مجموع القمح فوق 500,000 طن فقط، أقل من مجموع. إذا أعطى أدهش. آية رابعة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. قال بعض العارفين: إذا ضاق على فقير أمر معيشته فليسأل الله تعالى في تيسير رزق حلال مما قسمه الله تعالى. وقال سفيان الثوري: اتق الله فما رأيت تقيا محتاجا. كلام رائع، اتق الله فما رأيت تقيا محتاجا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ورد في بعض الآثار القدسية: وعزتي وجلالي وعظمتي، ما من عبد آثر هواي على هواه، يعني آثر طاعة الله على هوى نفسه، إلا أقللت همومه وجمعت عليه ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه. وحديث آخر: من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الله إلا ما يستحق. أيها الإخوة الكرام، عن الإمام علي رضي الله عنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نقله الله عز وجل من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وأنسه بلا أنيس، ومن خاف الله أخاف الله تعالى منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله تعالى من كل شيء، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله تعالى منه باليسير من العمل. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: أن جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، يعني عليك بطاعة الله، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. أيها الإخوة، الإنسان أحياناً يؤتى رزقاً مادياً ويحرم رزقاً روحياً. علق الأمل على كل أنواع الأرزاق. معرفة الله رزق عظيم، طاعته رزق عظيم، أن تشعر بالخشوع في الصلاة رزق عظيم، أن تقرأ القرآن فيخشع قلبك رزق عظيم، وأن يعطيك الله مالاً تغطي به حاجاتك هذا أيضاً رزق. لذلك قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، من علم أو من جاه أو من قوة أو من خبرة أو من مال، إن الله لا يظلم مؤمنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. لكن والعياذ بالله، إذا رأيت الله
يعطي العبد من الدنيا على معاصيه مما يحب فإنما هو استدراج. إذا كانت الدنيا تأتي من أوسع أبوابها والإنسان ليس على طاعة الله، فهذا استدراج يعقبه قصم شديد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أيحسبون أنما نمد به نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الرد الإلهي: كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. أيها الإخوة الكرام، الرزق قوام الحياة، وما من إنسان إلا بحاجة إلى مال يغطي به نفقاته، فإذا اتقى الله عز وجل هيأ له رزقاً وقد يكون كفافاً. فإذا كان الرزق كفافاً لا تحزن بل استبشر. في هذا الحديث الشريف: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافاً. فإذا سألت أخاً كريماً عن رزقه قال لي مستورة، أقول له: إذاً أصابتك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قلة المال أمر صعب جداً وكثرته أمر صعب جداً، لذلك بادروا بالأعمال الصالحة. فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ كاد الفقر أن يكون كفراً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً. فقراً منسياً أو غناً مطغياً. الغنى الذي يحملك إلى المعصية من أكبر المصائب. لذلك الله عز وجل كما قال بعض العلماء: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وليس في الإمكان أبدع مما كان. وإذا كشف الله لك الحكمة فيما ساقه إليك وما أقامك فيه من بحبوحة أو من ضيق، يوم القيامة ينبغي أن تذوب شكراً لله على ما ساقه إليك من أشياء قد تكون في الدنيا قد كرهتها. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة الكرام، في الخطبة القادمة إن شاء الله الحديث عن المعاصي التي تمنع الرزق. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية. تقوى الله أحد أكبر أسباب زيادة الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي مجموعة معاصي أحد أكبر أسباب قلة الرزق. هذا موضوع الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، من مسلمات الإيمان أنك إذا سألت الله عملاً صالحاً يحتاج إلى مال، فإن الله جل جلاله يرزقك رزقاً يعينك على هذا العمل الصالح. أما حينما تقول اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك، في أعمال صالحة تحتاج إلى مال، فلذلك الذين ينطوون على نوايا حسنة وعلى رغبة في خدمة الخلق لعل الله يرزقهم رزقاً يكافئ نواياهم. يعني الشيء الذي ينبغي أن يقال: أخرج من نفسك إلى خدمة الخلق، عندئذ يمكنك الله من خدمتهم ولو أن خدمتهم كانت تحتاج إلى أموال. الله عز وجل يرزق العبد على قدر نيته، فالذي ينوي خدمة أمته وحل مشكلات فقرائها ومعاونة المرضى ومعاونة من هو بحاجة إلى زواج، فالله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. يعني ما في قاعدة رزق، ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذا من جهلهن البهائم. أحياناً الله عز وجل يفتح لك باب رزق واسع، فالمؤمن يسأل الله رزقاً حلالاً طيباً يعينه على عمل صالح يقربه إليه. يعني لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، والله في أعمال صالحة يصعب العقل تصورها، ممكن تعمل ميتم، مؤسسة تعليمية تعلم الدين، مستشفى، أن تبني بيوت للشباب، أن تغدق مالك على الفقراء والمساكين، أن تقيم مشاريع حضارية تعزز هذه الأمة. فالطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، وأنت في الدنيا حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. والإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على شيء واحد، على عمل صالح: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. لذلك صاحب هذا القبر كما قال عليه الصلاة والسلام: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. والإنسان حينما يموت في ثانية واحدة يفقد كل شيء، الذي جمعه في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة، لمجرد أن يقف قلبه انتهى كل أمواله لغيره. وأندم الناس من عاش فقيراً ليموت غنياً، وأندم الناس من دخل ورثته بماله الجنة ودخل هو بماله النار. أيها الإخوة الكرام، تسأل عن حياتك وعن عمرك وعن شبابك وعن علمك، إلا عن مالك تسأل سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ والمال قوام الحياة، وبطولة المؤمن أن يعرف كيف يكسب المال الحلال وكيف ينفقه في وجوهه الصحيحة. لبعض الصحابة الكرام كلمة رائعة، قال: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. يعني خيارات الإنسان الذي جمع مالاً حلالاً في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. من هنا إذا كان طريق كسب المال الحلال سالكاً وفق منهج الله ينبغي أن تسلك هذا الطريق، لأنك إن أصبحت غنياً من مال حلال من طريق مشروع خيارات العمل الصالح أمامك لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان كسب المال على حساب دينك وعلى حساب مبادئك وقيمك، فاعتقد اعتقاداً جازماً
أن الفقر وسام شرف لك، لذلك قالوا هناك فقر الإنفاق. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. ومن أعظم الأعمال الصالحة أن تنفق مالاً حلالاً جمعته من كد حلال ومن كسب حلال في حل مشكلات المسلمين، ورب درهم سبق ألف درهم.